أعزائي المشاهدين ومسلمين قناة النصر المستقلة في برنامجكم الحوار، واليوم نتحاور في خاصة تاريخ لحوسة عامة في العالم. نتكلم شنو ألم في تاريخنا حوسة، وكلمة الحوسة ذاتك هو شنو. وحوسة اليوم ما نقول في تشاد ولا نيجيريا ولا النيجير، حوسة موجودة في أنحاء العالم. أول مرة اللغة محلية ينزل في الإذاعة العالمية بي بي سي، وحوسة قاعدين في أوروبا، في آسيا، أمريكا الشمالية، جنوبية، حتى لن إفريقيا. لكن الحوسة جايين من وين؟ هل حوسة عندها أعداد وتقاليد، عندها مأكولات ومشروبات، وحوسة هل عندهم علاقة دولية، علاقة قبلية مع أي من القبائل؟ يمكن حوسة اليوم شيل من يعني شرق البلد لحد غرب البلد، حوسة موجودين في إفريقيا، شيل من السنغال لحد السودان، لحد سعودية، إمارات، ما أشبه الدول الثانية. وبعدين الحوسة ذاتك هو شنو؟ الآن في ناس كثيرين قلت لهم حوسة ده، يقولوا خلاص ده نار من نيجيريا أو نار من نيجير أو نار من تشاد. لا، ما نيجيريا ما نيجير ما تشاد، يعبر لنا حوسة ذات جاي من وين. وعندنا الشيخ شيف دراس إدريس أدمو، وهو كمان شيف دراس حوسة في عصم جمعنا هنا. وبعد عندنا أبكر علي محمد، وبعد عندنا بابا على الله سليمان عبد السلام، وبعد عندنا كمان الحاج عبد الله عمر ميزنغو، وبعد عندنا يايا محمد حسن، وبعد عندنا كمان إمام داود شايبو موسى، وبعد عندنا عبد الله إبراهيم عمر، وأخيرا عندنا عبد الله سالي عثمان. يدروا الناس دول يعبروا لنا تاريخنا حوسة في أنحاء العالم. وأولا شيء ندي المايك هناك للشيخ إدريس أدمو، وبعد كمان نمشي لإخوان الأسر، ذكرنا الأسماء، أي واحد يدري لدينا تاريخنا حوسة عالميا في قناة النصر المستقلة وفي تلفزيون النصر المستقلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، نشكر كل الأخوان الهدروا معي هنا في المكتب هذا القبيلة. وصحيح اليوم تلقوا تاريخ أنا حوسة من أبهاتنا وأخواننا الكبار إن شاء الله. ونشكر تلفزيون النصر في الجهود اللي بيسوي بقابل لكل القبائل والشيوخ عشان بنتوا تاريخ أنا، ونقول شكرا. واليوم ده إن شاء الله تسمع من أخواننا أي واحد يتكلم لكم شغل الله أن تبع عرفه في التاريخ أنا قبيلة الحوسة. الحمد لله الحوسة نقول قبيلة كبيرة زي أخونا مصطفى بوريدة، أكبر قبيلة في أفريقيا الحوسة. والحمد لله حوسة ترجم اللغة القرآن بكلام حوسة في أفريقيا، أي واحد بعرفة. وده قلنا نعمة كبيرة لقبيلة الحوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول التباري أنا وسمي أبكر علي محمد، مولود في بيتكين جيرا سنة 1966. الحمد لله قبيلنا قبيلة أنا حوسة قبيلة كبيرة ومشهورة في العالم كله، في ولا العالم، وخاصة هي الحوسة دي ياتو وقمت من وين ووقفت في وين. أول التباري في ولا العالم ده الحوسة دي عندها بكانتين، هو نيجير ونيجيريا. بعد هناك دليل الحصة حوسة بقت في هول العالم ده من الشيوخ اللي كان أول في زمان هم عندهم معرفة من الدين عن الإسلام، بوجب قودوا بتفسروا يفسروا القرآن
ده الدليل الهسة الهوسة كتر في العالم ده بب يسمون هوسة. الهوسة دي مكتوبة بحروف خمسة حروف خمسة حروف ده هم هاش أ دول ب إس أ جملو بقت هوسة كدما الهاش ده أن بالهوسة النادوة حقوري حقوري دي يعني صبر. أي شيء تسوي في العالم في هول في الدنيا لا أول التبادي أبقى نايم صبور ثم ثانية عند أ الألف الألف دي يعني يقول أي شيء تسوي قبل الله الله هو بيسوي هو الدوري بفعله ثم الثالث دبل بي وازوا الامام ده بيقول لهم كي ذاك وازو يعني تشت في العالم يعني ان كل ما يمكن جيد في الاخر ده بيقول لهم تشت في العالم اشتد ما هم خلاص يعني الناس اليوم ام باكر وايد بيقول هو اسين ده ما له يقول نشتو ده بيقول ها واجد وايد جسال بيقول انت سين ما له كده بيقول لهم قال كي ما له يقول لكم تشتو ده عشان انتوا عندكم دين هنا الاسلام ودين الاسلام ده هو الله رسول ده هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قال لين قال بوسي بده قال السبا وقت يوكي كانت دور جنة ده إلا تتابع شغل الرسول جاب من الله رسول الله جاب تشولوا بيدكم اثنين عشان أم باكر يبقى لكم دليل أنا دخول الجنة. بقول لك كي قال حس الوادين كم بقول قال الرسول حس هاي بقول لهم هاي وانتقل إلى رحمة الله على هاي مالا لأنه خلينا القرآن وقبره كي جاي دوا قال أيه بقول وين قال في كي بوسط بلهم بقول كي في الصورة خلاص الهوس بقول شنو قال إن ده الوانزامي بيشيل إلا يتو أنا هو أنا وانزام ده سكاكين اتنين كم ماشي كان ذات قصر له ده يزين يلقى أرب وقت ده جورس كله ما في اللي توك شغل يعني الزاد بس ولا يشيل لك سكاكين اتنين جزاري ولا شنو يشيل شغل يعني مثل أنا مزروع بانجو ولا أنغالي ولا يالو الحس قاعد يشوفه ده الهوس يا جابو بنغو وال بنغو وانغالي ويالو ما أصبح ذلك عشان كم مشى بكان خريب وسيله ده وهي ده خريب انا زمان كان ليجي بكان ده كان ذات حاجه قصر ولا شافا الخريب بيجلو تجيل ده بزرعه قال بيشكي ما وبمشي التالي شنو سني هو بيقول لهم قال بكان مشيت ده فتشوا ما عرفة ما هي تمشي مثل بقرايه زي تلقانهم في بيتها وتدخل ما بكون فتش ما عرفة معه عشان يقرأ قيدين تنين الدف كان جدا ما عشان يعرفك نا إنسان جيل لودا يعرفك قبل يديفك والتالت أمباني قرب نفسك بأي جهد قرب نفسك ما تلسك في جلد نادو عشان كان كربت نفسك ده انت ما عشان ما لي نفسك وين قولها دب عشان دب هم من ال 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 الوانزامي شالس ياتو وانزام انا وانا ال ال الهواتي يشيل لو شغل اسمه برا اني قال نادو برا ابي هاوس كل في بدخل في البلبار ويقوم يقوم الهود ويتكم ولا ينتي ويفوت قدام دبس مجمله بيجي كلمة هوسة هذا بس شفت في الهول العالم ده شتين على صوره ده دبس هسه وعطوا ده أن شتين في العالم كله كيف هول العالم بكن ما شدت تلقى هوسة جاي والحمد لله
hausa nugulu bakan huma shahaliyan kada huma def huma def ana ismi alalla suleiman abdul salam maulud fi forlami يعني أنا قاعد جنب جدودي تاريخ العنى اللي جيته من جدودي الحوسة مرقوا من غرب الغرب تشاتيني لاك تشات جدة لي جدي جدة لي أبوي فردون جدة لي أبوي هجانا وما مي أفنو yale afuno da hausa kabila nana gadi hini da subumia sana maroko mindari fana lak chat machin saba idori dari wadi maka jiddi bugul ma maroko bi zigay min shakh min mau umala abdu jabe lak chat da yani afuno hasa kulu sultanat afuno da hausa أنا لك جادة كده أبي جو ولدو في أبشي مالا لبو زريبي هنا أبشي هسا في كرشي بورولي مالا لبو ده جدة لأباني ناسنا يمشو كده يمشو كده يمشو كده يقبلو يمشو كده يقبلو يمشو كده يقبلو عندهم 360 سنة نصارى بانو دولي يولدو دا يمشو دولي قبلو بكيدا وكي داك دا درب تيتيني دا درب انا كسري ولا غمبارو ولا كيدو دا ما في درب دا إلا بفوكي ناك ناسا مش سكنو في فاشر وكي داك جنينة دا كلو ما في دا كلو بحر أول انا سودان دا مرق بفاشر بدرب انا وبيت بدرب انا نيالا dari mana gatar da abba da kaka ne bugul humman su biyan da nasara yaji kurbum ga khadimu tiliyan zaman da tiliyan malikin bakanda ya khadimu kida yamman yamshi be markaba murgu be eritrea be dara na tiliyan ma dari mana khartum awal da mafi be asmara ga ya addu murgu be yaman yamshi hijasi gabulu be markaba be jibuti habatan alhausa في دار كثير قايد هاوسا ناس انا افي هاوسا ناس اللي بدور الخدمة افي وافي والسلابة وقراي وصناعة انا ايدين ما اقول انا هاوسا اول الكلام ده دخن دخن ده شنو يدور قد قد يشربوا هاوسا بس انا افروا بس انا شاكا شاكا دوم ده هم بس قايد يجيبوه دوم ده يخدموا لباس لناس يتشاكموا لهم والكهول والشتة والملع دل تجارة نو بقول السوق لسوق قاعد تشكم وزمان الحوسة بمشوا مكة ده قافلة إلا ناس مثل 500 همار ولا 600 همار ولا ألف ناس قبل كما كيف يدرب ده بقول لهم هذا ندوة بينات أنا جنينة وفاشر ده ناس في بجي بنحبهم شنو يال سبيان وبنات وشنو لا بخمهم بمشي فوقا جدي جاي بوري مشي لا تو هاوسا لاك تشات أسد تسمى لاك تشات دا الجمع كله شافا هاوسا في بكان دا أسا قبيلة أنانا دبت تسمى ممدو أفنو تسمى دا دمين قبيلة أنانا هاوسا عندهم بكان في تشات تو هاوسا باتان جي دي واي الحاج عثمان مي 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 زبورا ودا فات بي موسى نا كامارون هاسا في كامارون دا قبيلة كبير انا هاوسا مشي لانا سودان دا قبيلة كبير من ترابنا بافوسام غوندري بامون يا تودول دا كل هاوسا يمن لحد كي تلغام اندوم كده كده ثلاثه انا هاوسا وبيه كده أني نهوسا كثيرين وهوسا دا أمان تجار وفخرة وحراتة دا كده من لسانسية لنهوسا
كتيرا نوما ننتيك هني فور لامي دان ننتيك تاريخا ني أنا ذاتا تو اكزاكت ما فكيت ايني دا شفت أباتي دا جدال لو تعرفا ترابو ببليك دا دا منطقة أنا هوسا أوتيل لك تشاديين دا منطقة أنا هوسا أساكينة قديم هني تجي على سبلتي دا برنو سوناسيت كوتوكو في بكان دا غامينو سوا ما ناس ديل عندنا كبارتنا هوسا في شيخ عمر وبس سلطان انا اول ترابو في بليك دا بيت انا عمر ميزانغو هني فودريير دا انا تري افيون دا حتى كل هيلا انا هوسا الا زانغو انا حليمه اختو هي بس بكان دا حتى مخالبتين ما عرب حمر القوس دا كله بكان انا هوسا في فور لاميدا تاني نوري لك الاخر نعرف دا جمع الهوسا جينا في غاردولي غاروندولي دا مالا ميتيما غيمو برنو من هناك وغيمو هوسا جينا كله كيسوا هلا تسمى بقول لك غاردولي دا غاروندولي دا برنو بخطو سابنغالي هلا جديد هوسا أورو ناسنا البحارة في والبخدم صناعنا تاير في البخدم فراو يسو مراكب لأسكر يسو دا أسكر زمان دا كوماندي هاوسا دول دا ورميسل دا برنو هاوسا دا داخل مانو من تراب باقرمي كل جابو هاوسا هناك في لا تجري حسا القادي دا دا كاكانا دول جابو مبكان دا البسو مراكب بسو مراكب البجلد الجلادة بسو فراو يسو دول وبحارة كمان كله أبهاتنا كان تمسا كان جرينتي كان شنو كل هاوسا دول يقدروا عندهم أسرار يسو من لك تشاد يجو من إنجليا والليوا و تشوكوزاني تشوكوكراما ده كله أنا هاوسا أسا كل سلطان أنا هاوسا ده ماي أفنو كان تاسو ما أفنو أفنو ده ماشي ستمية وكم سنة كل يوم من سوكوتو أنا مرقنا ده مملكة أنا هاوسا ده كبير في سوكوتو تاني كاسينا دولة كانو دل مملكة أنا هاوسا كبار وسمم في مصر يقوم يمشي مصر يتاجر يمشي شيلو كتابات من مصر يجيبو بكان نادم يكتب كتاب دول أول ده ما فيه إلا مصر وزوء كي لحد إرسي أكلو كاكانا دول مصر أندلي تسمدا حس كله حوسا بس مالكينا سلطان أنا أندلي بون سنتر أفريق تمشي تلقى مالو بندرو كاكا بندرو دا حس كله حوسا بس سلطان أنا غار أنا بون تمشي في تجي في غروة مروة تجي بون بالا ها هلا بقول لا قوي هلا أنا أكتيل بريمير مينيستر دا da kullu hausa fulani gadin foga lere barana lere da kullu hausa basiya da ya ambakir da kullu masi sutumiya sana min jo awal kam fi junub hausa bas gidam kam fi saba hausa bas gidam kan qarib hausa bas gidam hausa umma nasana afi ma nasal biduru kalam dunya ma nasal biduru kira anina international san ana زمان خدمت مع حكومة نتم بالبي رقطة خدمت لها حكومة نتشاد خدمت على ديتكتيف ديتكتيف بريفي جيسي لي بريمير ديتكتيف بريفي في تشاد يرسوليني نمشي أمريكا بي waki da kana daba indi 24 sana gani talli godo godo firasi hakuma nasara shaloni dalota sadafshan te tele tro intelligent legal abuy galmanum sinabga kirdi da so abuy dangay yamma wado fi fi building dangay
kalam ana ma nemsi fi l'école ma yatu dolla khadam ta fi police kida 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 yaman 65 khalleta wa rukta katir hasab vie vie cadre ana police ke alma yarfini ma fi wal ana rukta mam fi alam da hausa da fallata da borno anina dol da basura na chat anina basura na chat wadin shatto jow fi dar sila min dar sila gamo jo amtiman min amtiman da ku fi abudayya abudayya da kullu da famiya nana ibrahim malum da da kullu min kabila na hausa has actuel sahafi da to amma barin na fi ayi min al qabail al kubar inda alaqa ma hausa alaqa diniya ayi alaqa usriya ayi alaqa tijariya ayi alaqa iqtisadiya ayi alaqa thaqafiya yawa awal alaqa da hausa hausa da kan ligita hausati talga fallati kan ligita fallati talga barnawi mantaka dana kullu talga da talata da mirasasin bas fi hille da hille aljiti ke fi afrik da rukti ke bas ma ligita fallati wa hausa wa barnai da hille da matu numpoga alme kullu mata sharaf kullu fi mondantie zaman ana rukta dar le dar kullu hakuma wadani be jen ash انا ما قريت اما انتليجنس انا بس دسا نصار ما يخدم بدبلوم يرسل لك شيفا انت كي تقدر سيدا ما تخاف ده يبون كل يودوك وبكان ما تلقى هاوسا ما في حتى جابون هاوسا جاي عندي شهر ثلاثة في هانوي في غارنوغرا ده سوني قال كيف ده افريكان بس عندك مكتوب مثل كده انت ده جاسوس commissaire segui ouda haïtien jalla tambal bag al wulad da ku michel da michel da michel da karabo fi dar michel da machat macho ke so ke so ke so ke maragoni jaboni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ana alhaj abdullah umar mezongo maulud en 45 pipor la mine awal nantik tarik ana abui al ja dakhal hin fi chatini قبل النصارى قبل النصارى ابو يجا دخل 1981 1801 ابو يجا دخل جا همم تجار مشوا في جاي يمشوا تشيكينا يودوا غرام بوفوات للسلطان غوران هو ينتم الابيد هم الابيد ينتم للعرب عرب ينتم بقر منين يسوقوا بقر يمشوا دبي مشي الكي ماشين جايين ماشين جايين يما النصارى جو دخلوا النصارى جو دخلوا غوران جابام كربو ابونا اسكر النصارى ارمي فرنسي كربو ابونا اسكري da umar mai zango gayi mam ke yamman masho itaqallu a chat ke waga marwayat al salatin wa kullu sheikh al tabo katolo ya tu raba qalat al hausa gayrin fi kashm al barin awi wa in la alaqa ma gufernir al jabo min brazzaville أبوي طباخ يطبخ الفروة يؤدي للنصارى نصارى نصارى يجيبوا منا يوم واحد في أيام أبونا جاي يكلمنا غوفرنير يا تو اسمه هسه أنا أنت تلقوا ده أنا برازيل غوفرنير الجابوني هنا الأول جابوني دوغوستا دوغوستو أيوة دوغوستو دوغوستو يدور أبوي مشى لي في
بيرو ماشي لغا بل دور تسوي لي شغل سمي الناسي دور يشوفوك بكونه أنا كل جاي في تشاتيني اندير اندور فوغان عندي علاقة مع أفريقيا أبو يقول لي سمي تدور شنو قال لي أمشي سوي لي شغل سمي نشيفة وكدا الحيوانات دول لقى يجيبوا فرويتو أبو يلقى فروة أنا نمر تستلي جيش جاي جاي وبراسة بكل شيء وقفلت تقول نمر بس يقوم يمشي هاي شالوا ودلي الجوفرنير الجوفرنير شافك قال خلاص شنو أنت تدور وكي الزمان الناس ما يدوروا الملك ما يدوروا القرص يدوروا ملك قال لي أنا ندور ملك بس ملك مش شنو خلاص ننتيك يعني هنا هسه يقول شاب دي كانتو ننتيك شاب دي كانتو أنا حوسة أي حوسات تجرها في تشات أنت شاب دي كانتو حقا عسامي وكت هو شالا أنت وشال ما عند محل كي الجماعة جايين ديفان جايين دوغستو أنت كشمال بار هسه مكان الأوبيتال هسه أوبيتال الأول أنا كشمال بار هناك هسه بيجي مكان رئيس ده دبس تولم بونغو كوازي بونغو وراسة جيش الديفان ده يجو مئات بيرجل جايين فايتين مكة كله أبو يبس سلطان في مكان ده أكي ماشين كي ماشين زمان جا الدوغستي يدور يدور يحولو قال لي أبوي هسا حاليا لا نوديك بوكرو تاكم هنا في بوكرو أبوي خسر قال لي نمشي ودو أبوي عمر ميزونغو في بوكرو قعد ست شهر في السلطانية الشيخ أبدوما قال ما يكون خلاص السياسة بدأت تجي أنت حوسة ما يكون تبقى سلطان في تراب بوكرو بوكرو سيادة عرب دوغستا قال لي حس انا كل خلاص افكتاسيون اني جا وفي مكانك لما تقول لدا قال قبل اقعد في انجمينا في فرلامي و اقعد انت بس سلطان انا حوسا ده دليل ابوي قبل ومين بيكرو جا قاعتني وقاعتني يما توانينا ولدونا قعدنا انينا وتكي جات توتشيفه وتعال حس لكم السلطان يعني هسه بيجي سلطان بيجي ما في الا شاب دراس الشاب دراس ده اخوي حنانه من اساس حنانه انت اللي اخونا انا ادريس ده ابو ما امي امه ما ابو ما انا بيجينا مهاجرين وهاجم بيجي وفقره وخلاص هسه ده هو بس انين هو بس جاني تابو الحمد لله جينا يا وكنا انا هسه على كلام ما شاء الله. السلام عليكم ان شاء الله انا عندي تاريخ حنانا انا حوسه اسمه يا محمد حسن تاريخ حنانا انا حوسه دليل لان ما مشينا استقرنا في غيرا سكننا في غيرا ده ما ساكن ما في دليل في ما ساكن دليل ده شنو كبير انا انا اوصى كبير انا انا اوصى الخطة بتكندا على جاسن دليل القمة من هنا وقت كملوا غير انا رابي كتلو رابي ناس شافوا على جاسن ده يقولوا درابي بينا يقوم يكس من مكان ده من ميتو قمة فاد مشى جمينا بلالا من جمينا بلالا مشى خطة ميتو لو صار ميتو ده مش خطه من مكان ده يا خلاص طوالي قال الناس شافوا انكون يمشي يقولوا هو يا ورابي في مكان ده قال ده ما يبقى فيت بتا من ميتو ده مرق مش في غيره مش في غيره قال يهوتا هيلانو أنتو أنكون النادي شافا بكا ميري هنان أنا بيتكيندا ميري أنا بيتكيندا نادي كان شافا أول بأول دابس خطو حوسة يقودو بكاندا يسو هيلي من قال نينا دا بكاندا
ناس حكومة يا تقول جاي فد بدرب ده نين ما ندرو بكندا هو قال بكندا ما يبقى معه قال السلطان أنا جرادة قال أمشي فتش بكان على قلبه جدورة نت رجل هنا بتكندا ما شاء الله بكندا قال بكندا أجباني أجبك أي أجباني شيب هذا البكندا إند دور هو بس قطع بكندا حتى هلا أنا وقال السلطان ده قام جاء لقى بكان ده أجابك قال خلاص بق مهني لقيت قارجيرا ده هناك ما أنا سأقول يجو وراء وكذا كله كان جيت له تقول بكان ده قاعدين ك خلاص حوساتي كان قام مهني ماشي مكة كان مش قاعد بكان ده يقول بكان ده أنت ما هو بكان ده ما أدري كقول آه بكان ده أدري يا تقول خليه يقعد يهور تأجله خلاص هم قاعدين كلا خايف جو ولا دو كبارنا وجو ولا دو نينا كله كبرنا بكان ده كل شيء أنا بكان ده عاداتهم ده النينا ما نعرفه ما في كان ليه فانا من لا بصوا كان شنو ما هجرا ده نينا كل شيء أنا ده نلا بصوا لكن كم كم هنسوك كمان عندنا فرق معهم عندنا دقوا يا تو ننادو تمر مصو من دوا ده ناكيا وغدو غدو كل كما مدول انا اكل ده وينا ده كل اكتر دنينا بس ودينا لا هنا حس قبيل المات سي غدو غدو ما في الماس تابسك ما في كل حس شغل كثير ده شالو مننا كل الحمد لله نادي علمتنا ده كل ما زياده هذا دليل علينا مشينا هنا كل شغل كلك هذا دليل على ودا شيمنا مش مكانه هنا كان شيء هنا هاجر عليهم كله كان جامد بلانين شغل وادي ما يبقى الا نمشي نهضروا معهم ينادونا تعالوا شغل مثل كمثل كتال سو نجي نقعدوا معهم فرقه كي ما عندنا لكن نينا هوسه كمان تسو كي كله نينا تبيننا ده شيء سو كي كله نينا تبيننا ده إلا ندور الدرب هنا الله بس يقول هذا كين يقول نينا إلا الدرب هنا الله الواحد ده نينا ما شم فوقا لا خايت كه حس شيمنا ده تك كمله حس بدل مثل نينا دول ده اليوم قال نينا بس كبرت أنا إللي شيء ما في هذا يعني نينا قاعدين فوقا أعوذ بالله من بسم الله اسمي داوود شعيب موسى مولود في كانتون الفاس لينيا شارع باغرمي مولود سنة 1958 الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد تاريخ أنا هوسا من القديم وإلى اليوم من العسل أجداد والأبهاد والمشايب يقول لنا الحوسة خرجوا من يمن إلى مصر ومن مصر دخلوا في إثيوبيا من إثيوبيا حتى قبل شق البكان ده القابات ده إلا قابات بس ناس كلمة فيه هم ماشين وعندهم تيران كلمة الحوسة حوسة يعني إيالم والشياب والسبيان والأوين ماشين في رجلين كان إيو ده هوسا هوسا أركبتور معناته بكلام هوسا هوسا ده أركبتور ماشين جدا ده من قديم الزمان شقو بكان ده جو مكسو في دورة هناك في وكي ده إلا بقول تراب هوسا ما بقول نيجيريا ولا كل ده ما جاء وكلام نقول ده من وقت أنا كنعان ابن نبي الله نوح هو أسس بكندا وانتشر في بكندا وإخراج أنا هوسا أو انتشار أنا هوسا كله من دورة كم من سوكتو كم من كانو كم من كزنا كم من أي بكان كله من بكندا بس انتشروا وصعوا دخلوا في العالم وماشين ماشين ماشين مئات السنين حتى قبل الله جاب لهم بنفوديو جاء هو نردك الدكتور واي بقول هو الذي أسلم هوسا لا هو ما أسلم هوسا هو اسمه الشيخ مجدد
مجددي جل جي هاوسه كل مسلمين لكن في تقاليد واشياء وايد كي ما خلو شندا الدلم والزلم وكي كي كي كتم في الدرب يا شيخ مجددي اول ناس في الاخوه عن الدين ده الرابط زنزين كي الهوسه مع فلاتا حتى مع البرنو هلم جره مع الكالم كله انتشروا بمشي الله يا ماشين 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 الى يومنا هذا والحمد لله الثقافه عن هوسه ما زالت من الاجداد وحتى اليوم صبورين شو الحاصل كده كفتر ده ما فيه بنتظروا او بشيروا له حكومه او بشيروا له حاكم او بشيروا له اقلاء حتى قبل بسووا ما سامينا هوسه خوافين لا ما خوافين قلب ده واحد ده بس يا تقول يقدر ينفعل لكن بسياسة هنا الأبهات يعني الكتول يلا في الدرب ده ده نكون نقدر نحفظه الزعل له فك بقتل ولا ده كله كان جيد ده كله ترجب لقلب ده يرجب لكن انت كمان تصبر ممكن تقول سامته كلها هذا منكم أمنا هنا هوسة والتاريخ كمان مشمل كبير ما ممكن في هذا الوقت كله كي ننقل لكم كذا وكذا 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 لكن حوصلة أنين المولودين هنا ده دور مقوتنا آفي مع أي قبيلة ثم ثانيا حوصة ما بآفي إنسان بقول أنا فلان دول ما في ما دام هو مسلم أو أسلم حوصة بأخذها ما تسلي ده حوصة ما بأخذك لكن انت سلي وانت مسلم ده هو كما ده انا مالا ما ناخذ ده اي زول كله وان شاء الله واي محل كان مشينا عبر العالم ده كله كان مشيت تلقوهم هم برتون كلام هوسا وبعلموا كلام لنفس البكاء وكلام ما بخلو ده كله من تبعنا وما شاء الله ونجي في تاريخ الانتشار عن هوسا شيخ بن فودي ده سوى مؤتمر عالمي في فترة هوسا الكل كي بقول هوسة بكوي هوسة سبعة السبعة ده كله جبر سبعة آخر من المعاملة عن الهوسة جبرهم كل كي سوى مؤتمر بكام واي وهو ولي من أولياء الله من فوديو الأم فوديو ده هقال أن سألوا الله يشتت هوسة ناس بقول آمين 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 واحد زكي قال شيخ لك كيف الله قال يشتتهم في العالم يا تقول لي اسمهم قال آمين 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 وده كله حصل ده كله حصل في نفس اليوم بكن كي تمشي ما تلقى خلصة هوسة كي ما في موجودين وما شاء الله وبخدموا بزراعة وبخدموا بفكرهم وبخدموا بأي شيء الحلال وثم ثانيا ثقافة هنا هوسة هي ثقافة الإسلام لأجل ذلك تسمى كلام هوسة كل كلام ده يشمل كل كيكا وئز ولا إرشاد اي كلام انا هوسه كان سميته ده كان قارنت بآية قرآنية ولا بكلام حديث الرسول تلقى سوا سوا ما لا من تقرب حق الدين ده جعل كلام ذاته كله مشى مع الدين كله ماشي ما فخر في واحد وما طعن من المشايخ انا اعرف قال هو قرأ تاريخي شاف الناس المسلمين دكي البهب العرب بنية واحدة إلا هوسا كل ما دام الناس قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بهب العرب لكن هنا الهوسا لا هو كي كان قال لي ده عربي ده هو قول سمعا وطاعا شان ده بالاكتسار أنينا تبعنا الأبهنا كتونا فوق ده قايدين فوق وإن ما دايرين سلطة ولا دايرين مشاكل وكي كي 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 لا لا نين الناس أنا آفي أبهنا قالوا لنا وجود آفي والنادم القاي قدامكم كمان تحترموا تتابوا سواء شب دراج سواء شب دكانتو سواء حكومة وعندنا توصية من السلاطين الكبار كسلطان هنكنو اللهم يرحمه عدو قال لنا جدي فات شقشات مش سعودي عربية قبل قال لنا خوصة موجودين في شات أبوي مش بلاندروبيل شقشات مش سعودي عربية قبل كتب قال الهوسة موجودين في شات لكن الآن انت جيتوا لنا زيارة في كانورا أسمو انت تعرفوا كانو في والسلطان هنا كانو في
وده كو انت جيتوا لكن اين تاريخ بس قالوا لنا هاوس موجودين في شو انا قال اسمه خبركم كل يوم انتوا قال ديفان تقبل هني هني نسيوكو وهناك انتوا ديفان اسمو حكومه انا شات شقول تسيد سو حكومه انا شات شقول مات دوره ده مات سو دس يلكو اسكر دسم ليكول وغرا هنا قران كرب امسكو طريقه تجانيه بايدين واحد وما تخلو ادخل في الاينه سنه بلد ده كله كل شغل هنا تشات دوره انت كل سو ما تدوره ده ما تسو ده تغودو قال لنا ما في فوق الارض كي شبت بني ادم قاعد في بكاندا في الارض كي كل كره الارض في بكاندا بني ادم قاعد هدي طول المجد يا سو كل سيد البكان انتم ما تكونوا ديفان وان شاء الله ده كو سمينا خبر تشات تدخل في دوله بتروليه انت كما بقيتوا من الناس اللي بخرجوا ما بقيتوا من الناس اللي باكلوا فوق كان في امال كله ابغوا دبلكو كل هذا دخل ده كلام ده قديم ده ما تتلفوا نظامكم وما تتلفوا شرفكم هني نسيوكو من الاجداد كانوا نسيوكو وهناك بقيتوا ديفان والحمد لله ما سمينا كي حكومه انا شتي قال لكم انتوا ديفان او نادم مولد يمشي دور عبد الاسلام يدهروا او كردنت يشيلوا منا ما في ثابتين ما تم تكتب ولا لكل بقول انت وصلت كسكزين ما يكتب ما في وما لا تسوي نفسكم ان شاء الله اقول ترانكيل مع جماعه هناك هنا بالاختصار السلام عليكم السلام عليكم انا اسمي عبد الله ابراهيم عمر المعروف باسمنا عودوا انا مولود في فرلامي من 1958 في زونغو هنا بيت انا في زونغو دول ايوه انا اسمه من وقت هناك ده قريت كل هني ولقيت بقيت شايب كله في فرلامي انا وكان ما مشيت ومشي لهسا كلام لقيت وري مشي الاخير انا الحوسه انا زمان وقت جمعنا اللي جينا معنا ده اسمه مع بعضنا ده اخير كي بيجي سو اسمه البيت كان جمع تم مره ده ولا ابو بقول لك اسمه البيت تم يتفتش راجل كما في ابو بشغل العجابه بس شافت بتيدا ولد انا فلان ده عنده ادب ولد اجيل هو كان قال كان تتك فلان ده تدور ما تدور تقول تقول واني انا بدانا هوسا اني ما عندنا وقت كيف نقول لك انت بتيدا تدور تكفي غروز مش اللي ما في اي هوسات اليوم كله يا اليوم الكثيرين ده كان انت جيت تدور بيت ده كان شافك انت نادم اجيل ده يقول لك عندك بس امشي جيب شغل الله فوده جيب انا نكلم عندي ثلاثه بنات بنات بس جوزتها زياده من 10,000 كده ما في صدقت جابوش 10,000 ده الفضل لو سمج مهم ده اني نحوس دول ندورنا ممكن اخذ بتينا ده بقربه بايدين تنين انت بيت بس ام باكر تقبل لك في الدمن ده في كوتي هنا الاسم شنو الاخيره و الحمد لله وقت انا فرلامي سبراي ما وقت الحسد كل اخيره بيجي ديفرنس شويه اول لا كان وسمو شنو كان اخيرا بيجي شغل الناس وسمو الوتائر كلها ما في الناس بيشيلوا وسمو يوم اللي بدا ينادوا عندنا وسمو الناس سيادة الكالونغو سيادة نوغار هنا نواي وسمو شنو يدوب كالونغو كان نادوم ده العوين بنادوم في البيت كان نادوم في البيت ده يجوا المال عوين في وسمو شنو ليب اول كي يخطوا ليب في قشم البيت هنا العريس هنا عروزة يقطو اسم الأوين هنا البكان ده كله فيها اسم خشم بيت وانزامي فيها الناس حدادين فيها جزارة فيها اسم شنو أي وقت كان جودة اسم شو سيد الكلام كان جا حمرك أنت من خشم بيت مش لبز نقارد هنا بيتكم لبز بدوقة خشم بيتكم ده كا يدوقة ده خلاص نازة طوالي بيبرزنتي في قدام نادم ده بلابو ليب الناس هنا خشم بيتهم يعطوا كله بارفة وقت هناك فرلامي وكيدنا جمعنا وقت اي ليب كي الماء عندنا كما في الماء عندنا كما في كان شغل لبي كان صوبة تاني شلو خمام في الفوز لسي دا الكالنغو غاية بدوغة كالنغو انا ودنا مني عدو يمشي غودو خمام انا العريزة عروزة في بيت انا راجلة بقبلو في الليل بخطو ليب وسم الناس بلابو وعنينا سبيان كله وسم شنو عندنا وقت في قشم البوت انا عبد الجمال في كيبس اسمه مش الفندريا ساميدي ده نلوم ناس كارتشي ده ما كارتشي ده ما شر كارتشي ده ما بنادنا يدوقوا لنا نجارة تيجي كفي اسمه شو كان شفت انا رم وايد يدور يلا ما بناء انت دور تاكل ولا انت ذاتك كي كان انت عشر يلا تي تنتي شير يلا تقول كمان يلا ما يعني توصي بوسمه شنو انت اسمه المرة تدورها
أو كمان كان إنده مهم بطن كان شو والله قدام هذا وسوم شو كمان إلا نقوله لا مش اللي قالنا لابو ما عندنا أي مشكلة ما نادم وما عندنا وسوم أي بكان مشينا ما هي كله نزل قالنا ما منادس كي يقول كي وسوم شنو نزف دول فاسدين كي ما في كان شو والله داوستو شو والله ليبا وسوم أنا إيال كسرورة سكله وسوم كان جدا أبوك ده بخسيلة بكان ده بسوق بلقي أتو دقة كله ما بسالك ما مش هنا عليهم نار ممكن ده جوبس أبوي كروى كروى يمشي في بيت يقول كي مش إلا ما ده شو ولا سوما شنو ما عندنا أي مشاكل ما أي ياتو كله يا عليهم وسوما عليهم تعرف الدين بيجي زيادة وسوما شنو سيادة النجارة دول الكبار القدام ده ماتوا والجداد كمان ناس خلاص الدين بيجي زيادة ده حصل الناس كله ما كسر ورا ما يدوني وسوما شنو كما كان عندنا ليب عندنا جمعنا اللي جينا ليب ما لنا ما غور زاتا وسوما شنو عندنا مهم وسوما شنو نمشي ده في بكان الليب كان جمع ده عنين نمشي إنه نحضره ويا تقول لي تقول لك أسمه شنو أنت كان طلب تعرف عندك شغل كي طلب بسكين أسمه شو تجلس سكين لا تقع في جلدك تسي كي يعرفوا كذا فلان ده فولد هنا فلان ولد راجل أسمه شنو مشيل ده كان مشيت كله جاي يسوي شنو كله كان شافوك ده سير الكلام قوله كان جاي تقع يلا بلي بني تقول لي وقفة يدق هنا كنتي وقت ده سيحنا على ده وقت هنا أنا بيجي حلو مرة ما يمين وقت هنا يلا هنا اليوم يلا هنا اليوم ده شيء كي ما بعرفه شوف ما مدى أنا سكين نشوف هنا سكين داني بتونا بشيل أفضل بكتة فرنسا يعني ناس كتير الكلام ده يعني بقولوا شغل لا سهي وهذي بقولوا شغل لا سير يعني كي كيف تقدر تدينا الزيت ده المكان ما يبقى سير يعني شنو كل ما كل شغل يبقى سير سير شغل كان خلبته بشغل الماء عديل ده أبغى سير لكن شغل وسوم شنو شغل أنا جدود وسوم هاي حجاب بس عندك حجاب حسا وقت وايد كان أنا ندور أنا كان ندور أنا ناسي بنفسي ده ننتهي لما لان كله شغل نسيله ور حسا وسوم ساكن يدق في جلده كم يسيله وشي ما يأكله شفت أسي أنا كله كان ندورة أو شغل لا شنو كل ده وقت أني زمان جمعنا ده حجاب ناس قايد كتير قايد ها شناس أنا نوريك عندنا نار وما حد برا هني حالياً كان يدور رأي أنتي قسمه حجاب هنا حديد ده هنا إنسمن وما ينتيك مرة واحد كان أنتي قري ما يدور أنتي لنار ما أبرة قسمه يجي يدور أخوانا ما يصير ما كان أنتي كقريب وقعد قسمه شو كان أنتك ده قسمه ترجو طول وخر هنا وخر هنا هناك كان دفق في قسمه سيلة في بوشك وخر كان لما سيلة دي تليف شو ولا قعد شو ولا ما كنوس حجاب بس دا ما أي ما عنده أي مشكلة. هسه حسوس ولا حسوس ولا الناس اسمه جماعة لمو أني أكلمنا مش العشرة عشرين هنا قاعدين ده ندورون الصعود بيننا ده نسوي كيف هل نفتش أنت جيب عشرة ريال أنت جيب عشرين ريال أنت جيب ثلاثين ريال أنت جيب مية ريال ده نسبو في مش البنك كي أسوسو بكلام هوسا ده مش البنك صغير كي نسو كان شغل جمع أنا أخونا وايد وسمو شو منا نقوم نسعود فوقه عند كسوة ده علامة أنا أسوسو ده وسمو ما أنا أسوسو أيوة لا الرحمن الرحيم أنا اسمي عبد الله صالح عثمان مولود في ماسينيا 63 أنا بنتكلم في مالا بكتر أنا هوسا بتشات يعني ما جا يفولي زيادة أنا إيفوليشن أنا ما في ده ملا. أنا من بداية هني قلنا أنينا هراتي أنينا هواتي أنينا تجار ملا ما جبنا إيلم فوقا. الإيلم التشيفة هسلا إيلم ده. وبس قبلنا ورا ما قدرنا مشينا مع الناس سوا بكترين لنا كله اليوم مثلا كان ناس عشرة ده راتي ده بقاري ده هواتي ده كي ده كي ده كي واحد في لبهم كان بيجي عالم زيادة ده سرتو في علم هنا نصارى كان بيجي عالم هو بيجي يبقى لنا ده كله يبقى شيء فلم ولا عنده علم هنا قرآن ولا عنده أنا نصارى كان عنده هو بده يمشي قدامه ما لا عشان علم أهم شيء حتى الرسول هجى فوقه كثير عشان ده أسوس الأساس نذا ذاتك
asasa kullu ke ga anina mai yalla ke fi ilim daiman kamar ragami akhwana barra da ilim khuttu balkum fi ilm al-liqal al-qur'an ma tabgowar nas kan indukum da ma tabgowar nas da shakulal anina jahar da ke hasada alhamdulillah yalla boguru hatta anal gai da kullu indina ndiwrat ana inda licence waye dina indum maîtrise waye dina doctorat kullu gai din min hausa dolbas hada alhamdulillah hasada bigina fihim na shia huma la hausa mai dore muluk muluk zata mabdul hasa kama hasa wakidna alhasa jada awal lakan tantini muluk hana karte da kullu mandura khalli hana sultana kabira hana karte da kullu mandura نقول أنا ده مسافر ماشي أنا ماشي تمشي ده كم بكار المشي ده كله كم مكان بكان وايدا كان لقي تملك ده أخوانك الورا ده يجوا سمهلو لكن أنت ما مكان بكان وايد ماشي بس ماشي بس ماشي بس حس الحمد لله ناس فيهم شيء كأني أنا من الناس ده اللي يجوا ورا ده شيء كفيهم كان جو مكان وده عادات وتقاليد أنا بل بكان الحس هم مكان وفوق ده هم كل يشيلوا شيء يخدموا يلخبطوا مع الناس والدايقوت ما بنيت لدا دايقوت بنيت لدا الأخير تعرف ده يلوم الأسرة بكان الحوساتي جاي وما أخذ من قبائل هلا بكان ده كده ما في عشان ده ينتشر بارتو في حول العالم كله كل ما بكان قالوا ده هما ما لهم بقبيل ما دام أنت مسلم البنية مسلمة خلاص هو ياخد بس ما لهم بقبيل كي 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 هذا شكرا لسوا هاوسا كتر حس تلقواي أبو براني أما هاوساتي تلقواي كيفاس أنينا قاعدين كلنا مش كيفاس هذا يا سبب البيجينا كثيرين ما نقدر نقول إلا هاوساتي بس تأخذ هاوسا بني هاوسا راجل هاوسا لا 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 أنا في بكرنا لدى ما في مادام مسلم لا خلاص والحمد لله أخوان كل واحد جسميته تاريخا هاوسا صحيح كلام بوردة ده صحيح أنا عندي كلام عشان ندور نهج نين ده حوصة شاديين وإن ده كرت الناشطال شاديين واجب ندور الحكومة ده نين كله عندنا يلا قروا عشان يساعدهم في الإدارة بلد آخر ولا عندنا مشينا كمرور ما بلانا نيجيري ما بلانا تشاد دوز بلانا هناك نعلم بعرفنا كل ما في تمشي سودان نعلم بعرفنا ما في دون تشاد دوز بلانا واجب هنا كله الحمد لله زمان بقول الناس ما قروا وكي لكن علم الحمد لله يلنا قروا وندور يدخلون في الإدارة الحكومة يساعدون مش لأي واحد تشادي وعلم ده الحوصة ده الحمد لله كثيرين في تشاد ده حوصة ما في زيادة من 1 مليون شادي قاعد ما تقول هذا الشيء هاي شدة تروح أنا شدة كومبلة قاعدين واجب ده الحوصة الحكومة تجلس فوقهم وتساعدهم صحيح نين الحوصة واحد ده كان قلت أنت بلام كل ما بدورة ده شغل من أجدان بس قام وشغل اللي مش الله لكن الدنيا اليوم ده غير شغلة تاني نتكلم عننا عدنا واقف فيه الناس أول بسوا الصورة الصورة ده ناس بسوا علم ناس بخافوا منا من شنو من شيء واي جمع الصورة واي كان كسر ما بقول عليه ديو ده وقفنا مشكلة علم الرياضة شبه بلدة البلدة كل علم ده ناس بلو بر كل يدو لي بكل واي كان دقوا ببر كله يقول ديو ده كلام مش ده نشوف ده خطا رياضة كيف شغل ما رياضة في العالم رياضة شغل ده رياضة ده ما عنده شغل الناس ده هجوا فوقه قدر ربي بقتل نالم ده مشل ده نينا قريب ده مشل ولنا وايد ده في بال بس بيقولوا عجل مات ناس جوا قال بكت ديو قد مات ديو بال في بال قاعد في الدنيا بديو قاعد وين دون كلام ده ندور الشيء كي خلي الناس خلي فكر في أمور دول لا شو الرياضة مش اللي ما في الانقاوة زمان قاعد ده ناس بسوا كل قبيلة عندهم بسوا علم ناس كتم وقوفوا ده ناس خايفين بس وايد باش برمي وايد بكسر بقول تكفي مات ديو ده ناس وقوفوا لكن ده الحكومة تساعد في أمور خلي أمور وإذا مش إلا ما يخلو نزق في أقولهم ونشكر كثير وعندنا في عدد في معقولات عندنا في الهوسة بعرفهم بصو الولي واحد عندهم قوسي تنين
indum dan wake talata indum busu nakia arba indum waina waina yumkin bulu waina is barfu lakin tabiske da kullu min adatan hausa indina al godgodo gaid indina dabka bunada angidro da kullu gaid khadarawat o ilaj nas ma barfu da kullu min adatan hausa da kullu min akulu donc wa daqwa ba'dan qultu shufu wa indina kuka kullu mulana da hausa wa kullu ilaj garin rogo da kullu min adatan hausa min akulu al hausa donc alhamdulillah indina adat katir wa yasa kullu ma wadro gai wa nina adana al hausa 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 wadra يكون الاعداد بس يكون ما نعرفه نينا قدامنا قوم ما نخلو ما نخلو اللي بلا هوسه داك جايد تاسك مشيت ابشه ده عندهم اللي بيعصر بلوبو لكن في جمال ما في بقد اسوي بس اي واحد جاي بفتش في لو انا ايش ده المشكله جابا الناس كي شغل كله خلو وبره كان يكون ناس قاعدين ده الا سوق للسوق ده يخلم يقودوا عددهم يقود لكن هنا في جمال العدد ده ان شاء الله نقبله الكلنجو يجي كله عشان هسه يلا ودين كان قام ما بعرفوا عددنا ذاتك وين نقول لكم لانقول شنو ما بعرفه الا بشوف انت الا اللي بالحصه بلوب انا 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 بيانو دول بس بشوف لكن عددكم قام ودب شنو ما بعرفه ومن شنو من جيل الحصه ده ما علم الورا نينا ما شفنا لكن نينا ما علمنا يالنا ده المشكله لكن الله قال امين قدامنا علمهم عشان شغل ما بودر هم نقول يا علم الاخرين وشكرا جزيلا لتي لا النصر بمقابلة الكل قابلتونا وسميت تاريخ شيء حنا الحوسة وإن شاء الله وقت آخر ننتوكو زيادة من ده وقت ما يتعمل لين لكن أقدر ننتوكو زيادة من ده حوسة وشكرا بعد ما سمينا كل من تاريخ والعادات والتقاليد ومن الدين لقبيلة حوسة في أنحاء العالم زي ما سميتو كل من أخينا أبو بكر علي محمد وبعد ما سميتو كلمة من بابا على الله سليمان عبد السلام الزول القديم وبعرف أكثر التاريخ والحج عبد الله عمر ميزنغو الأبو زاتك ميزنغو أو جد ميزنغو أبنو ميزنغو ويهيا محمد حسن وإمام داود شايب موسى وعبد الله إبراهيم عمر وفي الأخير عبد الله سالي عثمان أعزائي المشاهدين داهو التاريخ نحوسا وأسأل معقولات زي ما سذكروا زي ولي ولي زي دوان كي ما أجبى ذلك عليهم كان تلقى ناس كتير بيقولوا شنو أكل دا هنا شاد لكن شاد ده ما دولة كبير لكن أي قبيلة عند معقولات خاصة دا المعقولات دوان كي عليهم شال الهيلة كله كي يجد دو دو شال هيل كلك كوسي نفس الشيء يعني حاجات كثيره عشان ده اي واحد حتى الان الشباب القاعدين ورا بعرفوا تاريخكم عبر قناة النصر بعرفوا معقولات حقكم بعرفوا اجدادهم قوم من وين جو من وين لازم بعرفوا ولل السلطه الاولى زي ما الشيف درا زي ما ذكر الشباب أنا حوسة لازم يكون في كل إدارات الأهلية والمحلية والحكومية والمؤسسات كل يمكن لازم يعني يفتحوا للمجال يقدروا يندرسوا نار مواي زمان بقول لك شنو يعني حوسة كتل زول بسكين يقول لا لا كلام يواي مهزة حوسة ما تلقى عنده سكين وما يقتل بسكين لكن بان وسيميو حوسة عنده سكين كتل بسكين ده تلقى شنو البكان الناس عندهم شنو عاداتهم كله سكين ونارم كان كل ما يوم عندك سكين ده هو كل يشيل سكين لكن الناس انا عافي وناس انا سلام وناس انا دين زي ما الشيخ امام قال شنو ان ما لمانا باي شيء باي قبيله اننا ما لمانا ان لمانا زول يقول الله اكبر ده رفيقنا اخونا ونسيبنا ولا لمانا بمشاكل أسف في قبائل وارين أخيرا ما يندم قبائل وارين يندم أخيرا هم ممكن إنسان بيسلي ده خلاص لكن كان إنسان ما بيسلي ده يقول ما بيت
داهو يعني أمم أي شيء خايفين من ربنا سبحانه وتعالى وماشين في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قال الشيخ يقول شنو بقى اللي جيت هوسة تلقى فلاتة بقى اللي جيت فلاتة تبقى برنو الناس المتوحدين دا النسل القارين أساس أقربام لهم. وجينا في الآخر زي ما الشيخ أدمو إدريس أدمو كل شيء ذكر لنا ونشكر كمان لكل الإخوة اللي كان يعني أدينا مسؤول وجاوب لنا السؤال ونشكرهم كثيرا لحسن المتابعة. ونشكر كمان لأخينا إدريس أدمو ونشكر كمان أبو بكر علي محمد وبابا الله سليمان عبد السلام والحجة عبد الله عمر ميزانغو ويايا محمد حسن وإمام داود شايبو موسى وعبد الله إبراهيم عمر وعبد الله السالي عثمان وبمرافق مالم كلا كمان مقدم البرنامج بكلام حوسة في هذا البرنامج هو مساعد وفي الكاميرا محمد أبو وفي المساعدة هناك أخينا بخير أبو عبد الله برغو وخاصة كمان موسى محمد وفي إدارة وتقديم في برنامج الحوار مصطفى بدران موسى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.